إذا مشاهدينا نرجع لكم بث مباشر من جماعة المنصورية والمشكل ديال الكهرباء اللي منقطعة مدة طويلة هذه على هاد الساكنة هذه وعلى التلاميذ. معنا واحد من المواطنين بالمنصورية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يونس ملماز، مهم مستشار جمعي سابق، فاعل جمعوي بجماعة المنصورية. اشرح لنا هذا المشكل القديم الجديد. اش غادي نقول لك؟ إلا جينا غنشرحوا حنا تقريبا رحنا عينا بالشرح ديال الإشكالية كتبقى تقريبا من 2015. من بعد ما كان مهم كاين الكثافه السكانيه وما الى ذلك من الامور، عدم المسايره ديال الشركه اللي كتدبر القطاع ديال الكهرباء في جامعه المنصوريه، وعدم كما كنقولوا حنا ديك التتبع ديال النمو الديموغرافي اللي تقريبا المنصوريه كتعرف اكبر نمو ديموغرافي في اقليم بن سليمان. هذا الشيء كامل خلق واحد الضغط زائد على المحولات الكهربائيه. هذا الضغط الزائد الناس ديال لايديك ولاو باغين يبتزوا بعض المواطنين، اولا باغين يخلقوا واحد 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 الشحناء ما بين واحد الفئه من الناس، باش هاد السيد ما كيخلصش كيقول لك انت جارو نوض شدو ضارب معاه ودابز معاه باش يخلص لنا الضو ولا نقطعوا عليكم بجوج. واش انا مسؤوليتي على واحد ما باغيش يخلص الضو؟ يعني ماشي المسؤوليه ديالنا. حنا درنا معهم العديد من الاجتماعات على العديد ديال الاجتماعات تقريبا من 2016 على الصعيد ديال المجلس الجماعي، على الصعيد ديال ما له علاقه بما هو جمعاوي. درنا مراسلات لوزير الطاقه والمعادن بخصوص الاشكاليه، درنا مراسله للمدير الجهوي ديال لاليديك في الاشكاليه، جمعنا توقيعات ديال العديد من الناس اللي كيخلصوا، ودرنا شكايه لاليديك بالمحمديه، وراه مازال عندنا وعندنا الجواب ديالهم. عدد كبير اللي كيخلص، ونقدر نسبه كبيره كتخلص فايزه 50%. دابا الاشكاليه فين كاينه؟ كاينه في ذاك غنسميوه بين قوسين المرض ديال الناس اللي خدامين في لاليديك في المحمديه. كل واحد باغي يبين على الاخر الخدمه ديالو. السيد حنا خلصنا ليه تعريفه جزافيه ديال 300 درهم للعداد، انا الام ديالي عندي دابا عداد ما طالعش في السيستيم. ملي مشينا لاليديك قال لك اودي هذاك السيد اللي جاب لنا ذوك العدادات واللي خدام عندكم الفلوس مشى لكندا. كنتحمل مسؤوليتي. ودا تقريبا قرابه 20 عداد مخلص فيها وما عطاش لعباد الله. اذا هنا انتم ما منظمش روسكم، كيفاش بغيتوا تنظمونا اليوم؟ مؤخرا المجلس الجماعي والسيد العامل ديال اقليم بن سليمان والشركه ديال لاليديك داروا واحد الاجتماع على اساس انهم يفكوا الاشكاليه ديال الواد الحار اللي كاين في جبوجه، ويفكوا الاشكاليه ديال الانقطاعات المتكرره ديال الكهرباء. خرجوا بخلاصه انهم غيديروا واحد المحول اضافي لدوار بني مكراس، في حين ان الدوار اللي فيه الاشكاليه ما تطرقوش ليه، ما فتحوش فيه الموضوع. علاش؟ شنو هي الاسباب؟ واش هذوك الناس منعوم عليهم وحنا مغضوب علينا؟ شنو هي الاسباب؟ 400 ديال الساكنه ما عندهاش ضوء. القانون اش كيقول؟ القانون حنا جينا غنهضروا بعفويه، القانون كيقول لك ان الضوء خاصو ما يتحيدش من كما كنقولوا المحول ما يتقطعش منه الضوء. يتقطع من التحت. عندك مشكل مع مواطن ما كيخلصش قطع عليه. ما تقطعش على كل شيء، ما تقطعش على 10. 10 كيخلصوا وسط 20 راه خاصك تخلي لهم الضوء. حنا كناجدوا الناس المسؤولين انهم يحاولوا ما امكن يعجلوا باش انهم يفكوا الاشكاليه، على الرغم من ان الاشكاليه اللي بغات تفك تحل جذريا كيخصها اعاده الايواء فيها ما هي وما لونها والوكاله الحضاريه وتصميم التهيئه وما هذه المسائل. يعني ما كاينش جديد يذكر. كنسولوا من جهات اللي موثوقه كيقول لك بان تصميم التهيئه الحضاريه الله اعلم الا غادي يتمم ما هو سياحي. غتمشي البقعه الارضيه اللي غتحول ما معطياش. اخر مراسله جاتنا من عند الوزاره المعنيه وبالتنسيق مع الوكاله الحضاريه لانهم غيكون اول دوار غيتحول دوار سوجيطه وما تبقى قابل للمشقشق، في حين ان الوكاله الحضاريه غتوجد عقار. الوكاله الحضاريه ما وجدتش عقار. اذا انتم ما غاديش تحولونا وما غتعطيوناش نسكنوا وما كتفكروش انكم تغيروا من الوضعيه ديال المواطن المغربي اللي هو اللي حنا اللي كنا كنهضروا على الوطنيه وباغي نخدموا البلاد بالنيه كما قال الاخ اللي كان القائد ديال الفريق ديال المنتخب. الا بغينا نخدموا بالنيه جيو فكوا الاشكاليه من جدرها، عطيو للناس تسكن وديك الساعه غادي تعود عندك انت الاليات باش انك تقطع عليه وباش انك دير هذه المسائل. ما غاديش تسكنوا وما دايرش برنامج باش انك غادي تسكنوا في واحد في القريب العاجل 3 سنين او 4 سنين وما عندوش الضو ومهمشوا حداه الطرود حداه السكه حداه وهاد الناس راه دراوش اللي بغاو يفهموا حدا الاقامه الملكيه والدوار اللي عمرها دار. واش هاد الناس ما فكروش انهم راه ممكن هاد الدوار يوصل لشي حاجه ماشي حتى ليه؟ واسمح لي واش ما فكروش؟ وراه مسالمين والله العظيم لا بشهاده السلطه في الدرك الملكي
وراه تحول من هنا. الا قال لك الدوار العمري الدار وما عمرهم جبد لنا شي صداع اللي خيب مره وحده. وما فكروش هاد الناس، يقول لك انا غنقصدوا شي دار، غنقصدوا الدار الكبيره. هذا الشيء اللي بقى، دار سيدنا هي الكبيره. وحنا هاد الشيء اللي كنا كناجدوا العامل ديال الاقليم ودار مولاه صلى الله عليه ديك ما هي مره ما هي جوج وما تفكش الاشكاليه. ولا كان المجلس الجماعي عنده اغلبيه مطلقه ومريحه وما خصش ميزانيه اللي غادا تفك الاشكاليه مع الناس. اذا شكون اللي بقى؟ بقى سيدنا. مادام ما غاداش ما بقى لينا والو الا وغادا نقصدوا الدار الكبيره، هو اللي يفكوا لينا، هو اللي يدير لنا الحل. نطلبوا من الله عز وجل انه هاد الناس يصحى لهم الضمير ديالهم ويحاولوا ما امكن ان ما فيهم اشكاليه. شنو الابواب اللي طرحتوا لحد الان؟ اخر باب حنا عيطنا قبيله للسيد القائد قال لك اليوم ولا غدا. لان المجلس السيد العامل ولا هذا السيد رئيس المجلس الجماعي بكل اشوف انا اكون له كامل الاحترام، ولكن طريقه ديال التدبير ديالو ديال الشان المحلي اللي ما له علاقه بالبيدونفيل فاشل فيها 100%. علاش؟ لانه كيعتمد على المشاريع المتكرره الانجاز الاستهلاكيه المتكرره الانجاز وفيها فائده لهم. حنا اليوم في العشوائي غنبقاو ديما خصنا نصوبوا لهم وديما خصنا نقادوا لهم وديما خصنا نخرجوا واحد الميزانيه. هذيك الميزانيه اللي كنخرجوها فكروا لنا في حلول الجدريه، ما نبقاوش اليوم نديروا مشروع ونخسروه وغدا نديروا مشروع ونخسروه. الاولويه لاش؟ الاولويه للطريق ولا الاولويه للضوء؟ الاولويه للطريق نخص نعطيو فيها 200 مليون. نخصوا ميزانيه ديال 200 مليون نصوبوا كودرون وبشتا شاف لي نورم وداك الشيء غادي كله معوج. او لن نشوفوا الضوء اللي ما عندش الناس. عندنا هيك على الترونسبور، حنا الترونسبور هذا كلام اخر، ترونسبور كلام اخر، هذاك راه بحر. ترونسبور كتبقى بين قوسين غنقولوها هي ارضاء النفوس من واحد الناحيه، ومن واحد الناحيه الضعف ديال المجلس الاقليمي. على الرغم من ان عندنا التمثيليه ديالو ديال جوج ديال النواب عندنا في المجلس الاقليمي في التمثيليه ديالو. ورغم ذلك داروا التمديل للشركه اللي كاينه وما الى ذلك وقال لك انها جات من هذه وجات من هذه، في حين انه كاين واحد مسيطر على الترونسبور في هذا، والمجلس الاقليمي باغي ربما باغي يدير اتفاقيه ديالو لراسو وما باغيش يتونجاجا مع نقل المدينه، لانه غيدخل كما قلتي غادي يدخل تحت 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 الايادي. اللي كيشوفونا في البث المباشر من المغرب كامل كيبغي يعرفوا هذه الدوار هذا شحال الساكنه ديالو. دوار سيدي شحال من دار كاينه فيه؟ دوار سيدي اخر احصاء فيه 802 كانون بدون، هذه 2016 بدون من الناس اللي مغفلين. المغفلين كاين شي 50 تقريبا ولا اكثر. ناهيك على البناء الغير منظم بالنسبه للناس اللي باينين في ديو باينين بطرق غير قانونيه عشوائي. اذا 802 براكه وعاد بالمحادثه ديالنا دوار المغانيين فيه تقريبا قرابه واحد 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 40 محل، وعاد الرمليات فيها تقريبا القرابه ديال ما بين واحد 100 محل. 800 دار كلها مقطوع عليها دابا الضوء. لا اشرح لينا. حنا عندنا جوج ديال المحولات، عندنا الواحد وعندنا الجوج. الواحد كيضوي تقريبا النص ديال الدوار هو هذا. ياك؟ اييه. النص ديال الدوار، وعندنا المحول الاخر كيضوي النص الاخر. هذا المحول اللي كاين هنا في الدائره 13. غنهضروا بما هو سياسي واسمح لي الا دخلت ما في الدائره 13، الاخرين المحولات الاخرين كاين الدائره 21 والدائره 20. الدائره 20 فيها ختنا خت رئيس بنت خو رئيس المجلس الجماعي، وفيها نائب اخر اللي هو من احد النافذين اللي كان الاب ديالو من قبل رئيس ديال المجلس الجماعي. هاد الجهه ربما كاين واحد الضغط شويه ملي كتكون شي زياده على انه كاين شركه اللي كدير كذا هادشي ديال الفلاحه والحليب وما الى ذلك كتفك الاشكاليه بسرعه. الجهه الاخرى راه حنا خويا اش غادي نقول لك؟ لا اله الا محمد رسول الله. ها؟ ما هو واش مستضعفين؟ راه كاين القانون، وكاين القانون في البلاد، والقانون كيقول لك تخلي المواطن بلا ضوء. القانون الجميع، وهاد الكهرباء بعدا كاين راه جا في اطار ديال واحد الاتفاقيه اللي دارت ديال كهرباء العالم القراوي في واحد الوقت في الثمانينات ياك، وملي جات بقى التسلسل ما وصلت حتى 98 عندنا ولا 2000 وخدينا هاد الشيء وباقا المنصوريه قرويه. اذا مادام انتم بغيتوا ديروا ديك الفوارق المجاليه وكما كيسميوها وانكم تقربوا المسافات واليوم هنا 2022 وباقي 23 وباقي ما عندناش الضوء. واش بقات لينا حنا في مهرجان؟ بقات لينا في ان الناس انهم يلمعوا الصوره كما ذكر لمعوا الصوره. ما هو السياحي راه مزيان، ولكن راه كاين 4000 براكه السي خالد في المنصوريه. 4000 براكه؟ اييه. كاين من غير هادو كانت كاين دوار بني مكراز، كاين دوار بني مكراز، وكاين كبانيه
وكاين مديوني وكاين طاسيين وكاين ما سبق من منشقشق وكاين الدوار ديال 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 دافيد، هادو داخلين في النطاق ديال تسميم التهيئة الحضرية، وكاين التعاونية والنويل وبوتشيش وراس بغل، أكبر تجمع سفيحي واللي هنايا واللي تقريبا من 1946 1946 أول بركة دارت هنايا اليومين هذا. وما شوف غنزيدك واحد القضيه، حنا هو ملي كتعطى المسؤوليه لبعض الناس اللي كيبغيو يستغلوا اللي بيدهم فيل فيما هو سياسي كيحاولوا يفرغوا. 98 تقريبا كانت القرابه 800 براكه، اليوم عندنا 800. اذا اخر رساله عندنا، اخر رساله انهم كفانا من البيروقراطيه، وكفانا من المحاباه لبعض الاشخاص، وكفانا من عدم الامتثال لذوك الاوامر اللي كتجي من عند صاحب من عند العامل ديال صاحب الجلاله في الاقليم، وكفانا من قهر المواطن. تحياتي للجميع. سي خالد كنشكرك على تلبيه الدعوه، ونطلب الله عز وجل الله يهديهم. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي خالد. اللي غادي نقول لك على هذا المشكل الاخ خالد، احنا المشكل ديالنا ديال الضوء، وعندنا اكبر تجمع سكني هنايا في المنصوريه الكبانيه، واللي بغيت نقول لك من الاولويات هو الضوء. ما عندناش، عندنا جوج اربع ايام وراه كيتقطع البوست الاخر تا هو مره، وتجمع سكني اكبر تجمع سكني هو هذا هنا في الكبانيه. واليوم اللي كيبغينا نوصلوا للمسؤولين من الاولويات تعطيونا الضو، بعدا الدراري كيقراو خاصهم على شي يحفظوا، هذه من الاولويات. الناس كيخسر لهم اللحم ديالهم. رساله للجماعه، رساله رئيس الجماعه، وباغين الضو وتجمع سكني اللي قالوا لنا 800 وميتي وجوج، ها هي الرساله اللي جاتنا من عند صاحب الجلاله العامل والوالي ديال الدار البيضاء. والرساله عندنا 54 قطار، ما خدنا لا 54، ما خدناش حتى الضو. والرساله اللي باغي نوصل للمسؤولين من السلطه ديال المنصوريه ومن العامل ديال بن سليمان يعطيونا حنا الضو، ولكن هاد 54 قطار كل قالوا لينا اقرب وقت غنعطيوها لكم، ما خدنا لا 54 قطار، ما خدناش حتى الضو. الدراري محرومين دابا كيبغيو يقراو، ما كاينش علاش يحفظوا. وكنتمناو الحل، واللي بغيت نوصل الصوت ديالي دوك الناس اللي كانوا يدقوا في الانتخاب، اليوم خاصهم يجيو واحد البورسوازي اللي نجحنا في الدائره 21 يوم سيدي بوست، مره كيقطعوا الضو، مره يقطعوا الماء، راه حشومه. هادو راه مواطنين وراه من الاولويات. اذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر، هذا البث المباشر. دمتم بخير، وبعد قليل بث مباشر اخر.